المحل اللي وراي في الصورة الهابي لابي هو ركن الهوايات في أمريكا، لأنه بيحتوي على كثير من التحف والأعمال اليدوية والفنية الناس اللي بتشتغلها بإيدها. خلينا ندخل داخل المحل ونحكي لكم قصة هذا المحل مع التحف المسروقة من الدول العربية. دعوى على هوبيلوبي. هابي لابي is facing a multi-million dollar. دعوى قضائية على شركة هوبيلوبي. هذا المحل موجود في أكثر من 70,000 منتج، تحف، أدوات منزلية، أثاث منزلي، جميع الأمور اللي بتطلبوها أصحاب الهوايات، أصحاب الحرف الفنية اليدوية، يعني أمور كثير حلوة وكثير جميلة داخل هذا المحل بإمكانك تشتريها، حتى بتشجع الناس على أعمال يدوية وكيف يعملوا شغلات كثير حلوة داخل بيوتهم. ومن هون بلشت قصة صاحب المحل بالبراويز الصغيرة، أخذ 600 دولار من البنك عشان يشتري فيها مجموعة إطارات للصور، وبلش تجارته من هون من كراج البيت، حط طاولة وبلش يبيع هاي البراويز، بعدين انتقل لفتح محل، ومن ثم الآن عنده أكثر من 900 متجر في 48 ولاية وأكثر من 48,000 موظف داخل هاي المحلات. طبعا الإخوان مليان زي هيك بلايز من جميع الألوان، تيجي سادة عشان الناس تشتري ألوان وترسم عليها بطريقة فنية. فاليوم أنا راح أشتري بلوزة زي هيك وأكتب عليها اعملوا لي سبسكرايب خلينا نوصل ل100,000. وزي ما تشايفين هون كمان في خصم 30% على هاي البلايز، كل الألوان موجودة، أي لون تحتاجوه موجود داخل المحل. هلا هلا شغلات حلوة بتقدروا تشتروها من هون، يعني طلعوا أشكال وألوان لا تعد ولا تحصى للصبح. هذا كله قسم كامل لهاي الأمور. شوفوا هون الأعمال اليدوية موجودة زرادية بالإضافة للأسلاك أساس تعمل هاي الأشكال. كثير شغلات ممكن تشتروها لرمضان وفوانيس رمضان. رمضان جاي علينا، كل عام وانتم بألف خير. صراحة بنصحكم تيجوا على المحل، فيه كثير شغلات حلوة ممكن تستغلوها. المحل بيفتح طيلة أيام الأسبوع ما عدا الأحد. ليش؟ لأنه طبيعة أصحاب الشركة الهابي لوبي أشخاص متدينين جدا وبيعتبروها عطلة مقدسة بالنسبة لهم. يا جماعة أقسم لا، المحل خرافي. لا تستعملوا لايك وشير وسبسكرايب على هذا الفيديو. شركة هوبي لوبي أسست معرض في واشنطن دي سي، كان هذا المعرض بضم منحوتات وتحف قطع أثرية، وهذا المعرض انعمل لأنهم يلموا فيه أكثر القطع شهرة وقيمة للكتاب المقدس اللي هو بسموه البايبل هون. فكثير من التجار الموجودين في العراق تحديدا وتقريبا منطقة البحر الميت بين فلسطين والأردن تم التواصل معهم عن طريق شركة هوبي لوبي وشروا منهم هاي الأثار وعرضوها في المتحف تبعهم، ولكن صار عليها أمور قانونية، طالبوا إنهم يرجعوا هاي التحف ودفعوا غرامات على هذا الموضوع. فهاي علاقة شركة هوبي لوبي في شراء التحف المهربة داخل معرضها في واشنطن دي سي. دعوة على هوبي لوبي للاشتباه في شرائها 5500 تحفة أثرية. هوبي لوبي is facing a multi-million dollar fine over some smuggled artifacts from Iraq. إنها
عملية تهريب ضخمة لجزء من تاريخ بلد هو العراق، 5500 قطعة من آثار بلاد الرافدين، عندما بدأت شركة هوبيلوبي تجمع القطع الأثرية لمتحف الإنجيل. هذا المحل فيه تقريبا تحف كثير حلوة بتجنن، أمور يدوية ممكن الواحد يشتغلها، حتى بس تيجي هون على المحل بتنفتح عندك أفكار للشغل إنك تشتغلها داخل بيتك. طبعا في نهاية يومنا وريناكم هذا المحل وعلى شو بيحتوي من أمور ممكن الواحد يشتريها وينمي مواهبه وهواياته ويخترع ويعمل أمور في إيده، فإشي كثير حلو تشجعوا أولادكم زوجاتكم إخواتكم إخوانكم على الأعمال اليدوية داخل المنزل. ولا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب. سلام.